مساء الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة من قناة أروح فين منين التومي مابس. معاكم أحمد التومي. النهاردة يا جماعة احنا الفيديو ليلي زي ما احنا شايفين كده، بس الدنيا منورة حلو حلو جدا. يعني هنعمل الفيديو ده من داخل مدينة الرحاب، نتفرج على الرحاب من جوه شكلها ايه وعاملة ازاي. نبدأ الفيديو مع بعض. احنا كده جوه الرحاب يا جماعة. الشوارع كويسة ومنورة بصورة كويسة بصراحة، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده انا منور نور عربية عادي، يعني مش العالي تمام، ومع الانوار بتاعت الشارع تحس انك ايه، انك ماشي بالنهار، يعني ما عندكش ايه، ما عندكش مشاكل في القصة دي. الرحاب طبعا فيها بنايات عمارات عادية وفيها فيلل وفيها حاجات كتير. يعني نبقى مرة نصورها بالنهار بحيث الرؤية تبقى أوضح، بس هي عموما الرؤية بالليل كده مش وحشة برضه. يعني على يمنا هي أغلبها فيلل، هنصادف قدام شوية بعض البنايات اللي ممكن تبقى ايه، تبقى على شكل عماير. نمسح الإزاز بحيث ايه الرؤية تبقى أوضح. اهي الرؤية كده وضحت شوية كمان. مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيقول لك خش يمين. خش يمين تاني على مسجد الشهيد عقيد طيارة في هشام حسني. على شمالنا في نادي الرحاب الرياضي بوابة 15. وادي اهي ظهر على يمنا البنايات اللي بقول لحضراتكم عليها، عبارة عن شقق سكنية. وطبعا كان في اول الفيديو في الفيلل والحاجات دي. المطبات هنا كتير بقى يا جماعة، يعني ايه ما تزهقش. هو عامل مطبات للأمن والسلامة على أساس ايه؟ على أساس ان الناس اللي بتعدي، أطفال بتعدي، أي حاجة، فيبقى ايه، بس الديزاينات شكلها كويس اهي. بيقول لك الأولوية للسيارات بداخل الميدان، كنت أنا قلتها دي في كذا فيديو قبل كده، إن الأولوية لمين؟ الأولوية للي جوه الدوار، يعني حاجة زي كده تعدي وبعد كده إيه؟ وبعد كده تعدي. كده إحنا بقينا جوه الدوار، كده بقت الأولوية إيه؟ بقت الأولوية لينا إحنا. طبعًا هو في ناس فاهمة وفي ناس إيه؟ وفي ناس مش فاهمة يعني. من ده على ده.
هي في بعض الحاجات متصورة، يعني ايه يعني حاجة جوه حاجة، يعني بتلاقي في بعض الخصوصية شوية، يعني بتلاقي بعض الفلل محطوطين جوه اريا معينة كده جوه المدينة نفسها، والشوارع متسمية، في شارع ابن سينا اهو على ايدينا اليمين. مسجد فاطمة الزهراء كان على ايدينا الشمال، طبعا هو مش باين في الفيديو بس انا بقول لكم عموما، يعني ان في مساجد وفي مولات هنا جوه وفي حاجات كتيرة جايز نصادفها في الفيديو وجايز ما نصادفهاش، على حسب ايه؟ على حسب خط السير بتاعنا، لان انا بخرج من الرحاب، فقلت وانا خارج اصور لكم ايه؟ صور لكم مثلا 10 12 دقيقة ولا 15 دقيقة كده، تتفرجوا على ايه؟ على الرحاب من الداخل. على اساس بعض اللي ايه بعض الناس ما جاتهاش قبل كده، فيبقى ايه دي تبقى خدت فكرة عن طريق الفيديو ده. أكاديمية الرحاب لكرة القدم أهي في وشنا، مدينة جميلة من جوه يعني ونظيفة، يعني حضراتكم شايفين الشارع قدامنا اهو، مهتمين إدارة المدينة مهتمية بالنظافة وبالتنظيم وبالزرع وبالحاجات دي. بصراحة ما لو في تعليقات هتبقى ايه؟ هتبقى كل حاجة ظاهرة قدامكم يعني. الشوارع واسعة برضو كويسة على الكثافات اللي موجودة داخل المدينة، تعتبر الوسع ده كويس يعني. يعني يبقى الشارع الرئيسي كده 3 حارات، جميل جدا.
عربية تقفل حارة والحارتين التانيين يبقوا متاحين للعربيات الماشية، فكده تبقى حاجة ايه، حاجة كويسة. قلت لحضراتكم بقى المطبات ايه، مطبات كتير مش قليلة. الساعة دلوقتي 7:30 مساء، ونسبة الخضرة فيها كويسة برضه، مش وحشة زي ما حضراتكم شايفين. يعني كل الشوارع على اليمين وعلى الشمال زارعين. برضه عاملين مطبات هي قبل الدخول على اي دوار، عاملين ايه، عاملين مطب على اساس ان هو يخليك تهدي، ايه تهدي غصب عنك، يعني عشان برضه ايه، عشان ما تخشش على الدوار بسرعتك. ما تخرجني انت حبيبنا. والله ما معي حاجة افتح لك.
هو طبعا زي ما شفنا ما ينفعش بالنسبة للعربيات مثلا السياحة أو لو ما معكش باص للدخول والخروج، فما قدامكش حلول إلا إيه، إلا يا بوابة 6 يا بوابة 19. دي برضو معلومة للي جاي الرحاب ياخد حد أو يوصل حد، هما البوابتين دول اللي بيسمحوا لأي حد ما معهوش باص للدخول إن يخش منهم، 6 و19. في فرصة نكمل دقيقتين كمان في الفيديو، بحيث تبقوا اتفرجتوا على اكبر قدر ممكن من شوارع الرحاب عموما يعني. والراجل الطيب ده من عند بوابة واحد كده قال لي ارجع خد شمال في شمال من عند الدوار اللي جاي ده. خدنا اول شمال اهو، ودينا لسه مستمرين يا جماعة داخل مدينة الرحاب، نادي الرحاب الرياضي بوابة 3. احنا كنا من شوية معديين مش عارف على بوابة 16 ولا 19 حاجة كده، مش فاكر والله قوي. جينا البوابة 3 اهي، شكل مساحته كبيرة، عاملين له بوابات كتيرة. ناخده منها بقى شمال تاني، هو قال لك شمال في شمال، نأمل ما نكونش تايهين ونفضل نلف حوالين نفسنا. وادي جينا عند البنايات تاني. مشكلة بقى مفيش شفط ولا صينات تقول لك انت رايح على بوابة كام، تمام، والجي بي اس مهيس ولا هيوديك في حته. جربته بدل مره 10 جوه الرحاب ولا بيوديك في حته، بيتوهك. وزي ما احنا شايفين برضو الكشاك المفروض يبقى فيها
بتوع امن كتير، في كشاك كتير، انما مش شايف بتوع امن. يعني كل كشك ببص فيه ما بشوفش حد من بتوع الامن، بحيث اساله بوابة كذا مثلا منين. يعني بتضطر لما تلاقي بوابة بقى تخش عليها وتسأل اللي ايه اللي واقف عليها وخلاص، مفيش حلول اخرى. فالمفروض يعملوا صينات تدلك على ايه، على اتجاهات البوابات. بابا جونز على ايدينا اليمين اهو، البنك التجاري الدولي والبنك الاهلي على شمالنا، نأمل بقى مسجد بلال ابن رباح، الحتة دي كلها بقى ايه، بعض الانشاءات والانشطة التجارية في بوابة في وشنا اهي في اخر الشارع، نأمل ان هي دي تكون ايه، تكون صح. يعني انا شفت بتاع خمس ست كشاك اهو، زي الكشك اللي جاي على اليمين ده، تمام، وبصيت فيهم الكشك ده فيه واحد بس بعيد، بس كل الكشاك اللي قبل كده ما لقيتش فيها ايه. ده ما قاعدين واحد على اساس ان في شادوف هيدخلك، انما بقيت الكشاك التانية ولا حد قاعد فيها. فيبقى كده عندنا ايه، عندنا نقطتين سلبيتين في جوه مدينة الرحاب، ان مفيش حد بتاع امن كتير بسأله وانا ماشي. احنا لفينا اهو ايه، لفينا مع بعض بقالنا اهو ايه، بقالنا 22 دقيقة، تمام، ومفيش صينات تقول لي انا اروح على بوابة كذا منين. يعني المفروض في كل دخلة كل شارع كده رئيسي حتى او عند كل دوار قول لي مثلا اليمين بوابة كذا، الشمال بوابة كذا، مش عارف ايه وهكذا، تمام، ما يبقاش الواحد ايه الدهان اهو على شمالنا وبعض المطاعم والمنشآت التجارية، افران دجلة العراقية، هي شكلها البوابة دي هي، لان الكثافة عليها عالية. معلش، هي الرحاب بتاع 25 بوابة ولا 24 بوابة؟ يعني المفترض برضو يبقى ايه، يبقى العربيات الغريبة اللي زي حالاتي كده ومقدمي الخدمات والناس دي يعملوا كذا ايه، كذا بوابة، بس ماركت، ماركت بيتي، ابو طارق بتاع الكشري اهو فاتح برضو ايه، فوري اهي، عند بوابة ستة في منشآت تجارية كتيرة، ايه ستاربكس على شمالنا اهو، وصح هي بوابة ستة هي مكتوب عليها هشام ربيع الحلاق سيتي سكوير، هي الحتة دي اسمها سيتي سكوير شكلها كده. زيارد، يبقى انت لو عايز انشطة تجارية كتير يبقى تيجي ايه، تيجي من عند بوابة ستة. وهو بيقول لك خروج الزائرين كتر خيركم يا سيتي. كتر خيركم، بس اعملوا لنا صينات، مش عايزين حد بتاع امن يقف يوصف لنا، اعملوا لنا صينات يا جماعه، الله يبارك لكم كده. دينا بنخرج يا جماعه اهو من مدينه الرحاب، وكده يبقى الفيديو بتاعنا ايه، خلص. ايه، نتمنى نشوف حضراتكم فيديو جديد من قناه اروح فين منين. التومي مابس كان معاكم احمد التومي، ونشوف حضراتكم قريبا بإذن الله، ومع السلامة.